كنا نفوت بكلفة يعني لنجي تنسمي الدنم الأرض نوصل فيه لل 280 كيلو مشكل بالأسمدة. بفضل الإرشادات اللي خدناها من منظمة الفاو خفضنا قيمة 50% من هاي الكلفة. استفدت بالرأس المال اللي عم بدفعه بالمواد الكيميائية، وفرت النص. تاني شيء بالنسبة للمي، وفرت على حالي على الأمراض، ارتحت من الأمراض ومرض الجدري، وخاص مرض الجدري والعفوني. وتالت شيء بس عم خفف المواد الكيميائية، أنا عم خفف ضرر على البيئة وعم خفف ضرر للأرض. نحن هذا المشروع يعني استفدنا، وفرنا على جيبتنا، وفرنا على البيئة ضرر من قصة هالزت هالأسمدة بأرضها بلا طعم. إذا دمجنا خبرتنا التطبيقية مع الخبرة العلمية تبع الشباب، فأكيد نحن المزارعين حنكون أول المستفيدين وأكبر المستفيدين. صحت لي الفرصة أن أكون عم شارك بدورات تدريبية حول إنتاج البطاطا، وهالتدريبات اللي أخذناها كانت كتير مفيدة لأنه ما اقتصرت على معلومات نظرية، بالعكس الخبير كان حدا كتير متمرس وقدر عطانا خبرته من الأرض. قدرنا نأثر ونعمل تغيير بالمجتمع على مدى الأربع سنوات، حققنا شيء كتير واضح وملموس، صار عندنا كتير ناس يحكونا ويستشيرونا.